السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهره. تحياتي ليك وتحياتي الناس المشاركه معايا قناه، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو النهارده. محبه الناس كنز، طبعا يا ريت الناس كلها تعرفها، اهم من الفلوس، اهم من اي حاجه. النهارده شرفنا من محافظه البحيره، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في محافظه البحيره. وطبعا معانا محمد النهارده، معانا كلب دبش من محبة محمد في الكلاب والحيوانات والكلام ده كله. طبعا محمد شاب لسه طموح بيبني نفسه. طبعا اتصل بي على الواتس وقال لي يا كابتن او ابو مصطفى، انا محتاج كلب بس عندي الظروف ما تسمحش، يا ريت لو انت عندك كلب يكون ليا. قلت له يا باشا حبيبي عناية، حاضر في اقرب وقت اللي انت هشوف لك كلب. طبعا الكلب ده دبش من محافظة، انا اشتريته من محافظة المنصورة. تحياتي لجميع مربين كلاب وغاد محافظة المنصورة. بس للأسف دبش كان جاي مع كلب تاني لشخص يشتريهم هما الاتنين مع بعض. الشخص حصل ما بينه وما بينه موضوع وما خدش ولا دبش ولا خد الكلب اللي انا اشتريته ليه، يعني ولا خد ده ولا ده. طبعا انا مش هينفع ان انا احط عندي في المزرعة كلبين ذكوره وانا عندي الكلاب بتاعت الاساسيه دي. صراحه ممكن صاحب الكلاب بتاعت المنصوره وصاحب الكلب اللي المفروض كان يشتريهم وما دفعش فلوس، تمام، ويعتبر بالبلدي انا يعني انا شربت الكلبين، يعني بالبلدي طبعا ممكن يكون دي صراحه واول مره حتى محمد يسمع الكلام ده، لان الحمد لله فضل ربنا الصراحه بتبقى كويس. طبعا انا دفعت الفلوس من جيبي ومفيش فيها مشكله. اتصلنا بصاحب الشخص اللي هو المفروض يشتري كلب من الكلبين، تمام، بعد ما كان الكلب ده اصلا جاي على اسمه، وبعد كده قال لي انا مش عايز الكلب، جبت له كلب تاني. وبعد ما جبت له الكلب التاني ولا خد الاولاني ولا خد التاني، اصبح دبش موجود عندنا في المزرعه. طبعا انا مش عايز ابيعه لهدف، كان في دماغي ان انا اطلعه لواحد يكون مهتم بيه، ده كان هدفي في الاول وفي الاخر. شاء القدر اللي محمد من محافظه البحيره من منطقه او مكان اتال بارود اتصل بيا، ده نصيبه، لان كلب محترم. هو ولا كلب عالي قوي ولا ضعيف قوي، بس كلب محترم، كلب حبوب وفي دم الشراسه جدا، تمام. ربنا يبارك لك فيها محمد. يعني محمد هو معانا اهوت. مين معانا؟ محمود الحاج احمد، الحاج احمد محافظه البحيره. طبعا اجدع ناس، والاستاذ محمد ربنا يبارك لك فيها محمد. طبعا يا ريت بقى محمد تيجي هنا، يا ريت الكاميرا تيجي معانا هنا. ايه رايك في الكلب؟ والله الكلب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه. كويس، ايه رايك في صحته؟ كويس، لا كويس الحمد لله، ربنا يبارك لك فيها. يا رب بقى حاول بقى اللي انت تراعي ربنا فيه، وزي ما انت شفت القصه اهوت، يعني هو حظك ونصيبك اللي حصل، تمام. وده الف مبروك عليك مني ليك، مش عايز منك اي حاجه، اهم حاجه اللي انت تراعي ربنا فيه. وادعي لنا بقى، يعني ادعي لنا بالخير، ودي حاجه تكون ما بيني وما بينك. ولو في اي حاجه طبعا تعرفنا في اي وقت واحنا تحت امرك ان شاء الله. كابتن حابب يا باشا، احنا شرفنا بمعرفتك والله، وانت راجل محترم وناس على دماغنا، الله يبارك، ناس كويسه يعني وعلى دماغنا والله، ناس صحاب واجب يعني، وربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا باشا. حابب تقول حاجه عم احمد؟ الله يكرمك حبيبي، الله يكرمك يا الله يبارك لك يا ابني، والله الله يبارك لك، والله الله يبارك لك يا ابني فعلا، وحاجه نظيفه وحاجه فاخر وحاجه 100 100. الله يبارك لك، الله يصلح حالك يا رب. طبعا يا جماعه زي ما انتم حضراتكم شايفين، طبعا على راسنا من فوق من محافظه البحيره، طبعا رجاله بامانه ربنا. تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.